أما هلا مشاهدينا بننتقل لأولى محطاتنا لليوم. كثير من الأهالي اللي عندهم أولاد بعمر المراهقة بيشتكوا من اضطراب الوزن عندهم، يعني يا أما بيكون نحيف جدا أو عنده وزن زائد. اضطرابات الغذاء هي حالات خطيرة ترتبط بالسلوكيات الخاطئة في تناول الطعام. لنحكي عنها أكثر، عن اضطراب الغذاء شو أسبابه عند المراهقين، شو طرق علاجه. معنا الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب اختصاصية التغذية رغد بتنجاني. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحك يا هلا. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم. يعني بالبدايه خلينا نروح الى الشق الاجتماعي ونحكي مع رندا، شو يعني اضطراب الغذاء؟ هل هو دائما يعني هدول القصص بيربطوهم بالعامل النفسي العامل الاجتماعي؟ اضطراب الغذاء شو يعني من الناحيه النفسيه؟ هلا دائما لما نحن بنقول اضطراب او بنقول شيء بخص الغذاء، فنحن بيكون في عندنا شقين، او بيكون فقدان شهيه فهو ما بياكل، او بيكون شراهه اللي هو بالعكس تماما بيصير في اكل عتبه ما يقدر يتوقف عندها. بنحكي اول شيء عن القهم اللي هو اسمه القهم، اللي هو فقدان الشهيه القسري، يعني هو ممكن تجي نوبات بمعدل مرة بالأسبوع على مدى 3 شهور لأقدر أنا أقول أنه هذا اضطراب. بصير المراهق عنده عادات غذائية سيئة، بيترافق معه بالمقابل بعد الوجبة حالات إقياء قسري، يأخذ ملينات معينة، يصير ما يعتني بغذائه بشكل معين. طبعا هذا الأساسي فيه بيكون دائما الجانب النفسي أو الجانب اللي نحن بنسميه اجتماعيا لحتى نقرب للناس لحتى يقدروا يفهموا تماما شو معناتها. لما انا ببلش شوف عن طفلي بلش باول فترات مراهقته ما عنده صوره ذاتيه عن نفسه بطريقه جيده، دائما حاسس، خصوصي نحن بنشوف البنات اكثر من الصبيان، دائما هي عندها شعور انه هي مثلا ما لها نحيفه او جسمها حلو، او بتقارن حالها بمثل ما نحن بنشوف اللي هو جانب من الجوانب اللي بتخليها تظهر المشكله عند الصبايا، لما مثلا تقارن حالها بعرضات ازياء معينه، تقارن حالها بوزن هو غير مناسب لعمرها وطولها وبناء الجسمي. فلما بيكون هي عندها رؤيه لمنظرها غير لشكلها غير ما هو تماما واقع، فهون نحن بنبلش ناخذ هاي الاحتياطات وناخذ الاجراءات اللي نحن فينا نقول انه هاي الصبيه فايته باتجاه من مشكله ممكن تكون تبدا عاديه وبعدين تتحول لاضطراب اذا ما داركناها بوقت مناسب. رغد، حضرتك اختصاصية تغذية، يعني نحن عم نحاول نعرف اضطراب الغذاء عند المراهقين لأنه هن أساساً فينا نقول من المفهوم النفسي ومن المفهوم فينا نقول الغذائي، خلينا نعرفه أكثر للناس شو هو، يعني نحن عم نحاول نضوي عليه لأنه بدنا نبلش خطوة بخطوة، يمكن كثير من الناس ما بتعرف شو هو، كيف يتصنفه، كيف تتعامل معه من البداية. هلا نحن مثل ما بنعرف العمر المراهقة بيبدا من 9 ل 10 سنين، بيستمر لقبل البلوغ سواء عند الذكور أو الإناث. بكل مرحلة بالحياة وبالطفولة وحتى بعد البلوغ في عنا اضطرابات خاصة بهي المرحلة. المراهقة في عندي كتير اضطرابات أنا بشوفها، منها بيكون خفيف ممكن السيطرة عليه، ومنها بيكون شديد إذا ما تسيطر عليه ممكن يؤدي للأسف للوفاة. من أكثر الاضطرابات شيوعا في عمر المراهقة عنا يا أما زيادة الوزن كبدانة، أو عندي هزال، عندي فقر الدم بعوز الحديد، عندي نخور الأسنان، هي من الاضطرابات اللي ممكن نحن نسيطر عليها. وعندي اضطرابات بيكون اساسا نفسي وراثي اجتماعي. صحيح. مثل ما حكيت عنهم الان سرندا، اللي هن القهم والنهم او فقدان الشهيه العصبيه او زياده الشهيه زايد عن اللزوم اللي بيترافقوا باقياء قسري ومشاكل صحيه. فاضطراب الغذاء هو انه المراهق نظامه الغذائي بيكون غير طبيعي سواء بالزياده او بالنقصان، وغالبا ما بيكون اساسه نفسي او عادات غذائيه غير جيده، لانه نحن بعمر الطفوله اللي هي ما قبل المدرسه من 3 ل 5 سنين لازم نكون نحن معودينه على نظام غذائي صحي. اذا هي الفتره راحت بدون ما يتعود على نظام غذائي ورياضي صحي، غالبا بعمر المراهقه رح يعاني من الاضطرابات اللي نحن ذكرناها. تمام. هلا نحن كمان عم نشوف ضمن الاضطرابات يلي عم ترافق المراهقين هو
بيقولوا الكسل بالجسم طبعاً. ما بيقدروا يتحركوا ما بيقدروا يفيقوا بكير على المدرسة بيضلوا بدهم يضلوا قاعدين في عندهم حالة من الخمول وهي نتيجتها ببعض الأحيان غير الشق النفسي نقص بعض الفيتامينز من الجسم. خلينا نحكي اليوم الاضطرابات من ناحية التغذية قد بتعمل نقص الفيتامينز بالجسم قد بيعمل يمكن حالات بتؤدي لضعف نفسي أيضا. أكيد أكيد. هلأ مثل ما أنا في نقطة ذكرتها رح انطلق منها كتير أساسية، نحن دائما بنقول شخصية الطفل تتكون أول 5 سنين، هاي نحن المعلومة أكيد كلنا بنعرفها، كمان عاداته الغذائية الصحية والرياضية كمان تتكون أول 5 سنين. نحن للأسف بعصر هلأ معتمد على الإنترنت، على الأجهزة الإلكترونية اللي هي بإيد الأطفال من عمر صغير، ما في هاي التشجيع على الحركة واللعب مثل ما كنا نشوف من وقت سابق طبعا. زائد انه انا منتشر عندي الوجبات السريعه، الاكل السريع، الوجبات الغير صحيه، هي صارت موجوده بشكل كثير كبير. فهذا الشيء عم بيخلي الطفل وحتى من عمر صغير قبل ما يوصل للمراهقه عم بيتعود على نظام نشاط كنشاط رياضي ونظام غذائي سيء. عندي اول شيء هو ما تعود على حركه، فهو رح يوصل لعمر المراهقه هو متعود على الحركه والخمول الدائم، ما في ما ممكن يعني ممكن يكون سبب الخمول منقص فيتامينات واما تعود من هو صغير كيف نشاطه. وطبعا اضطرابات الغذاء، اذا الطفل مثلا متعود يقطع وجبات ما ياكل مثلا على الغداء، ياكل وجبه واحده وجبتين، اذا هو مثلا بيبتعد عن انواع من الاغذيه الصحيه ما بيحبها مثلا، اذا هو متعود على الوجبات السريعه على الحلويات على السكريات، فاكيد هون هي المواد الغذائيه ما حتامن له احتياجاته من الفيتامينز، وبالتالي رح يصير عنده مشاكل كثيره غير الخمول، مشاكل ثانيه غير الخمول. طيب خلينا نحكي معك عن سيرندا دور الاهل بتوعيه اطفالهم، يعني حكيت نقطه كثير مهمه اساسا هي بتكون مرحله تراكميه، يعني طبعاً. من 3 سنوات للخمس سنوات اساسا اذا ما كان في توعيه ونظام غذائي صحيح ما بتأدي هي الحاله، دور الاهل هون كيف؟ خصوصا نحن يعني اليوم مثل ما قلنا بعصر مختلف، السوشيال ميديا، اليوتيوب، الانترنت، يعني حتى الولد تلاقيه قاعد اذا بده ياكل الموبايل قدامه، كثير تفاصيل وعادات وتقاليد بتخص الغذاء ما عاد موجوده، يعني هي لمه السفره ونحن نقعد نتغدى ونفطر مع بعض، هي التفاصيل كثير مهمه اساسا بذاكره الطفل ما عم نشوفها بشكل كثير كبير. مثل ما ذكرتي انا بيهمني اول شيء بالسنوات الاولى هي الوقايه لحتى ما يصير عندي مشاكل تراكمية تظهر بشكل أوسع بفترة المراهقة. صحيح. نحن من العادات اللي بنشوفها كتير خاطئة أنه ممكن نكافئ طفل بقطعة حلو أو نكافئه بأكل، اللي أنا صرت ربطت له العامل النفسي أنه المكافأة أو الشعور بالإنجاز مرتبط بالأكل. في عندك مثلا من العادات السيئة كمان لما بيكون البيبي لسه صغير، فهي أول ما ببلش أكل مثلا ممكن تعطيه خبزة بإيده أنه يتسلى فيها طول ما لو قاعد، فهو كمان صار في عنده شعور التسلية والمرح هو مرتبط بالأكل. هذا كله بيعطي مظاهر تانية مع العمر. في من الخصائص التغذية الأساسية لطفلي أنه أنا لما بدي بلش أقدم وجبات لطفلي تكون الوجبات اللي ما بتحتوي سكر، اللي تكون هي الخضار، تكون الأكلات مثل ما احنا بنقول الأكل المالح مو الحلو. فبعدين أنا فوت له أنواع الفواكه، ما بخلي أول ما يستسيغ طعمة الحلو والسكريات. بهي العادات البسيطة اللي أنا بكون فيها شخصية التغذية عن طفلي اللي كيف رابطها بالعامل النفسي عنده، بشتغل على جانب تاني اللي هو تقدير الذات اللي أنا نحن بنشوفها بفترات المراهقة بمشكلة اللي عم نحكي عنها اليوم، لما ببلش صار عنده قهم أو نهم فهو ببلش يبتعد عن المجموعة لأنه هو عرفان أنه عاداته الغذائية السيئة بطريقة الأكل، سواء كان بشراهة ونهم ولا سواء كان بطريقة بيصير بيلعب بصحنه بيضيع وقت بالأكل بنقور هيك بس لقمتين أو بده يخبي الأكل يكبه لحتى ما حدا يشوفه إنه ما عم بيأكل، فبصير هو بيبعد عن المجموعة، هو بيبعد عن العيلة. هون دور الأهل دائما يكون هاي العين المراقبة بطريقة غير مباشرة عن الطفل، خصوصي بفترة المراهقة اللي لما ببلش يكون هذا الأنا عنده وهي الشخصية الذاتية. كتير حلو نحن كنا عم نحكي انه هلأ من النظام الغذائي أو الهرم الغذائي الجديد مترافق معه دائما نشاط رياضي، فكتير صح لما أنا بحطه ضمن نشاط رياضي
جماعي من عمر صغير دائما يكون شعوره بالإنجاز، ممكن ما يكون شعوره بالإنجاز ياخده من العلم، ممكن ياخده من نشاط رياضي. لازم دور على هذا المفتاح اللي أعطيه لطفلي لحتى يعرف ينمو وهو عنده شعور بالإنجاز بشيء بيميزه، لحتى ما يكون هاجسه بس صورته عن جسده اللي هي للأسف وقت تكون موجود هذا الاضطراب بتبطل تصير واقعية، بتصير بس هو من رسم خياله. تمام. هون كمان بدي روح لعند رغد على حديث قبل المراهقة. عم نشوف هلا كثير من الأمهات بيقولوا ابني ما بيقدر ياكل إذا ما حطيت له على اليوتيوب يحضر عفوا، ابني ما بيقدر ياكل غير ما أعمل له إياهم بالخلاط. يعني هلا يمكن تحت الهواء كنا عم نحكي على ليلي انه هي ما بتحب طعمة اللحمة، قلت لها حطي لها اياها بالخلاط، فعم نشوف كثير جوز وعسل وهيك ما عم يتقبلوا الاطفال، فوقت عم يكبروا شوي بالعمر انه هن خلص تعودوا انه يكون شيء مخلوط، شيء مخبص، شيء ما له طعمة، كل طعمة لحالها يستلذوا فيها. هل الخلاط هو بيحافظ على هاي الخواص؟ هل انه نحن نشلش الولد بفيديو او بسوشيال ميديا يعني هذا الشيء صحيح؟ طبعا هلا اكيد انه يكون عم بيحضر ميديا هو عم بياكل فهذا الموضوع خاطئ بالنسبه للاطفال وحتى للكبار. أوكي. اللي عم بيحاولوا ينقصوا وزنهم ما لازم نحن وعم نحضر اي شيء تلفزيون او يوتيوب او اي شيء انه نكون عم ناكل، لانه هذا الشيء رح يخلينا ناكل زياده عن اللزوم. ننتقل نرجع لموضوع الطفوله. الطفل دائما استساغته للاطعمه بتختلف عند الكبار، صحيح. فشي طبيعي هو وصغير ما يحب الجوز او اللحمه ما كثير يفضلها. هلا نحن بنسمع للاهل، ما عم نقدر نسمع للطفل شو طب رايه. طب ليش هو ما بحبها؟ هو شو عرفه انه ما يحبها؟ هلا الطفل هو اكيد شايف رياكشن تبع الاهل. تمام. يعني تبع حدا من عندي من عندي عندي شغلتين نقطتين اساسيات يمكن كنا نحن صغار عانينا منها وهي عادات وتقاليد، هي لازم نعمل عليها اكس لحتى نحن نوقي اطفالنا من انه يصير معه اضطرابات بالمراهقه. اول عاده اللي هي ممكن انا ما اذا ما فيني الغيها 100% انا اخففها لاني اربط الطعام بالمكافاه، يعني بتعمل هالشيء بعطيك انا مثلا اكله طيبه، بتعمل اذا ما عملت هالشيء بحرمك من هالاكل اللي بتحبه. مع موضوع المكافاه والحاله النفسيه ما يكون له علاقه بالاطعمه عن نهائيا، لا تخلي الولد يربط الحاله النفسيه والسعاده او الحزن بالطعام. الموضوع الثاني هذا لازم الغيه عن بشكل نهائي، الطفل اذا عم بياكل وجبته فهو ما راح يكون لسه جوعان ويتدلل، هو وقت يوقف اكل خلص شبع. لا نجبره انه بكفي صحنك، لا نجبره انه قطع اللحمه زايده بدك تاكلها بالغصب ويصير في موضوع احيانا الخناق او ممكن ياكل. وما فرجي انه نحن عم نعمل عده وجبات كرمال حدا من تمام العائله. تمام. على الطاوله هذا الشيء رح يعمله تثبيط شهيه ورح يعرضه غالبا للقهم بعمر المراهقه. فعندي عادات عند الاهل احيانا هي اللي عم تاثر على نفسيه الطفل. انا بدي وجهه بالثلاث لخمس سنين بهذا العمر لنظام غذائي سليم للاكل الصحي بطريقه فيها جو من المرح، ما فيها نوع من التهديد، ما فيها نوع من الاجبار، وحاول بعده عن الميديا بوقت الطعام قد ما بقدر. الطفل ما له صعب، الطفل ممكن بتعرف من سرندا يستوعب نحن شو بدنا اياه، بس يكون جو من الاستيعاب من عنا ومن المرح، ما يكون ابدا مرتبط بالتهديد او بالمكافاه او غيره. طيب خلينا نحكي عن الشق العلاجي، يعني من الناحية الطبية والناحية النفسية. نحن بنشوف الأطفال يعني بالبيت ما كثير بيلتزموا بهي القواعد، بتلاقيهم بالروضة ملتزمين، يعني حتى مو دائما في عندنا فطور في عندنا سناك، كل هدول لأنه هن بيدللوا على أهلهم بيعرفوا أنه هن فيهم ياخذوا هي المساحة، ما أنا موجودة هي المساحة بالروضة أو بالسكول بالمدرسة. خلينا نحكي عن الشق العلاجي التشاركي إن كان نفسي ولا طبي، فرح نبلش معك عن سرندا بالبداية. هلا اهم شيء نحن نشتغل على تقدير الذات دائما، ما لقلك لحل اي مشكله لازم اشعر فيها. احيانا نحن كاهل ما بنحس انه ابننا عنده مشكله، بتقول لك انا وصغيره كنت هيك وبعدين مشي الحال، او بجوز تبالغ بالمشكله او تعطيها اكبر من حجمها. في شيء اساسي انه انا في اختلاف الاجيال، يعني نحن ما كنا بالخمس سنين نتدلل، يعني انا بتذكر كلياتنا ناكل كل شيء على انه خلص ساعه تنتين فتره يعني الغداء وتحبي تمام. اما هلا لا، الموضوع مختلف. هلا بيكون في عنده هو وجبات غذائيه معينه، سواء كان في فقدان شهيه ولا سواء كان في شراهه. المشكله بالعلاج لما انا بدي احط له نظام غذائي معين واشتغل هو بيمشي اتجاهين العلاج،
نفسي وغذائي. طبعا والنفسي بيكون اكبر وبده ايادي اكثر تتدخل فيه. في فكره انه انا لما بشوف من الحالات انه بتلاقي انه انت لك وجبه خاصه غير باقي البيت، فهو لا يفضل انه كل البيت، او مثلا نحن بنشوفها لما تكوني عم تعملي مثلا دايت او شيء، انه انا حجيب الخبز الاسمر وباقي البيت بياكل شو ما بده، فهذا بيعطيك شعور انه انا مالي مثل الباقي او انا انقص بال، فلازم يكون في تشاركية تماما كجو اسري. وحتى مو غلط نحن نشارك المدرسة فيه بهذا الموضوع. لما ينسحب مثلا نوع اكل معين فهو لازم ينسحب من البيت كله. لما انا بدي اضيف وجبة كمان نفس الشيء. في موضوع لما بيكون في شراهة بيوصل هو لحد انه ياكل، بتروح عتبة الشعور بالشبع، يعني هو ما عاد عنده شعور بالشبع لحتى ينملى تماما ويتعب، بعدها بيرافقها حالات الإقياء. لازم نحن كمان ردود الفعل بهي الحالة ما تكون مبالغ فيها، تماما، ولا تكون بإهمال كامل، إنه يكون في نوع من الاهتمام. دائما نحط نحن بدائل معينة للشخص لحتى نقدر نساعده ليتجاوز. هلأ بدراسات وبرا بيكون في مصحات خصوصي لتحط، ولكن هي حتى تكلفتها بتكون يعني مكلفة. في عندك الجانب انه مثلا ممكن كأهل يكون ماديا ما بيقدروا يتحملوا، انه هي ما فيها تجيب له الجوز واللوز او ممكن ببساطه مثلا يخصصوا، اغلب للاسف بسبب الغلاء يعني الشريحه الاغلب يتخصص وجبه اللي انا رح لك هي كثير بسيطه المجدره. فهي لو بتكون وجبه اسبوعيه فهي كافيه تماما لانها ترمم هالمعادن وتعطي هذا الشعور انه نحن كلياتنا بهذا اليوم رح ناكل هي الاكله. هذا مثال بسيط يعني وقريب للأمهات لتقدر تعرف بالخطوة الأولى هي ابنها وين واقف عند أي مشكلة. تمام. يعني كمان اليوم موضوعنا كتير مهم بالنسبة للأهل وبالنسبة للأطفال. كلمة أخيرة تحبي توجهيها قبل ما نختم أو حلول بتقترحيها قبل الختام؟ طبعا اضطرابات المراهقة عديدة وبتكون غذائية ونفسية غالبا، وهذا العمر كتير بيكون حساس. بحب كتير الأهل يكونوا واعيين للأطفال من عمر صغير حتى بعمر المراهقة، نشوف نحن العلامات اللي ممكن تدلنا انه المراهق عنده مشكلة غذائية، نتوجه صح لأنه نحن نوعيه عن مشكلته، ما نحن نورجيه انه انت عم تعمل شيء غلط، او نخليه يضطرب اكثر ويصير يبعد عننا ما يقدر يحكي لنا الشيء الواقع اللي صاير معه، نوعي لمشكلته، لانه مثل ما بيعرفوا بعلم النفس الانسان اللي عنده اضطراب نفسي واعي لهالاضطراب ممكن يعالج حاله بحاله. صحيح. زائد انه نحن الاستشاري التغذيه دائما نلجأ له بكل مشكله المراهق هو فيها، سواء كانت هزال، بدانه، اضطرابات نهم، قهم، اي شيء، يكون في برنامج مدروس لهالطفل نفسه بالتعاون طبعا مع استشاري النفسي لحتى يخليه يتقبل انه يتبع هاي الحميه. و يعني بدنا مثل ما قلنا نتبع الوقايه، اذا نحن واعيين نخليه من عمر صغير. الرياضه كثير اساس، الرياضه لكل انسان باي مرحله من العمر بتعطي، ترفع من قيمته لنفسه، بتوظف طاقاته بشيء مفيد. وبالنهايه كمان عندي الحاله الثقافيه والاجتماعيه والاعلانيه اللي نحن عم نشوفها على الميديا، سواء اشكال عارضات الازياء سواء تفضيل النحافه، نوعي شوي الاطفال انه مو هذا مقاييس الجمال، مقاييس الجمال بتكون بالوزن الصحي. تمام. يعني نحن كثير بدنا نتشكركم على كل المعلومات اللي قدمتوا لنا اياهم، رغد باذنجاني ورندا علي ديب، شكرا كثير لكم، شرفتونا وميرسي على المعلومات اللي قدمتوا لنا اياها. يسعد صباحكم. شكرا لكم. ومثل ما قلتي يمكن لكل مشكله اساسا في حل، يعني تمام. لازم ما يكون في حاله نكران او خوف من هي المشكله. أكيد. من البدايه اذا عرفنا فيها اكيد بنحلها مع اخصائيين. شكرا كثير. ان شاء الله. شكرا.